هذه الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، بأنني حلفت إذا حملت وجبت ولد أن أسميه فلان، لكن زوجي رفض ذلك وسماه على والده، وأنا لا أرفض أن أسميه على والده، ولكن عندي بنات كثر، فما الحكم في ذلك؟ هل علي كفارة على الحلف؟ نعم، تجب عليك الكفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، فإن لم تجدي فصومي 3 أيام. نعم.